أهلاً، الفطور من أكثر الوجبات اللي أحبها واللي ممكن نبدع فيها، بس بالنسبة لي أهم شيء يكون الخبز ممتاز والمكونات طازة. حامل معاكم وصفتين مرة أحبها، حطة الأفوكادو مع ليمون ملح وفلفل، حمرة الصنوبر، الحلوم، طماطم كرزية والكوسة، وبكذا صار جاهز معانا. أنا أفضل خبز ساور دو، ضروري أحمصه. وزعت الأفوكادو وباقي المكونات بشكل حلو، وزعتر بري، صنوبر، وممكن تزينوها بكريمة البلسمك. والطريقة الثانية بس حطيت شرائح أفوكادو، بوتشت إيك، ملح وفلفل أحمر، وبالعافية.